إذن مشاهدينا الكرام، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه نداء إلى جميع قادة العالم بضرورة التحرك معا لوقف الحرب الروسية الأوكرانية وإنهاء هذه الأزمة التي تلقي بظلالها على جميع دول العالم. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للشق الرئاسي من قمة المناخ COP27، حيث أكد أن اقتصاد الدول عانى من تبعات أزمة كورونا والآن يعاني من هذه الحرب. أنا بتكلم على أزمة كبيرة بتمر بالعالم وليها تأثير كبير جدا على دول كتير من العالم، إن ما كانش كل دول العالم. أنا بتكلم تحديدا هنا على الأزمة الروسية الأوكرانية، وبوجه نداء إن سمحتوا لي بيكم ومعكم من أجل أن تتوقف هذه الحرب. من فضلكم نحن كدول اقتصادها مش قوي عانت كثير جدا من تبعات أزمة كورونا سنتين وتحملناها، والآن نعاني أيضا من هذه الحرب. أنا مش بتكلم فقط عشان احنا بنعاني منها هنا في بلاد زي بلادنا، ولكن أنا بتكلم هنا عشان العالم كله أتصور انه بيعاني من هذه الحرب. انا بقول تاني، احنا مستعدين، انا بنادي باسمكم وباسمي ان سمحتولي بكده، ان سمحتولي بكده ان احنا فلتتوقف هذه الحرب. هذا نداء من مؤتمرنا هنا، ان سمحتولي بكده فلتتوقف هذه الحرب وهذا الخراب وهذا الدمار وهذا القتل. بالمناسبه احنا مستعدين، بالمناسبة أنا مستعد، ومش للبحث عن دور، لا والله، ولكن من أجل العمل لإنهاء هذه الحرب. وأتصور إن كثير من القادة الموجودين يشاركون الرأي ده. إحنا مستعدين نتحرك إذا كان ده ممكن لإيقاف هذه الحرب.